اظن بعد ماتش ايطاليا مقدونيا كلنا عرفنا ان مفيش حاجه اسمها منتخب كبير ومنتخب صغير، كلنا وصلنا المرحله دي يبقى كلنا لازم نحترم بعض. والكلام عن المنتخب المغربي والمنتخب الكونغو لازم يكون كده، لازم تتكلم عن ان منتخب الكونغو منتخب محترم، وهيكتور كوبر مدرب محترم جدا بيعرف امكانيات لعيبته كويس قوي. واسال واحد مصري حضر فتره هيكتور كوبر، كوبر ما كانش بيقدم معانا كوره لكن كان بيقدم معانا نتائج، كان بيقدم معانا منظومه دفاعيه ممتازه. كوبر بيعرف يعمل منظومه للفريق اللي بيمسكه، ودي حاجه بيعاب عليها وحيد خرزيتش مع المنتخب المغربي، لانه وحيد خرزيتش بيجرب كتير، وحيد خرزيتش بيجرب طرق لعب كتير، بيجرب تشكيلات كتير، بس هو الفتره الاخيره مفروض ان هو استقر على 4-4-2. جه غيرها في ماتش مصر ولعب 4-1-4-1 واتغلب فيه، بس انا اعتبر ان وحيد خرزيتش لسه هيكمل بال 4-4-2. اكتر مركز كان بيشكل مشكله لوحيد خرزيتش هو ناحيه اليمين قدام اشرف حكيمي، الناحيه اللي كان بيبقى فيها ضعف كبير جدا، سواء منير حدادي سواء طارق تزديوي بيلعبوا هنا كان بقى فيه مشكله كبيره جدا. من وقت غياب حكيم زياش والازمه الفنيه دي بيعاني منها المنتخب المغربي. عبد الصمد الزازولي وانضمام المنتخب المغربي قد يكون حل للازمه دي، لان كلنا شفنا ان عبد الصمد لعب مع تشافي شمال ولعب مع تشافي يمين، وعبد الصمد الزازولي ممكن تقول عليه ان هو افضل من منير حدادي وانشط من منير حدادي، ولسه عنده روح افضل بكتير من منير ومن طارق تزديوي، مع احترام طارق تزديوي. فطبعا اشرف حكيمي هيبقى محتاج مساندات دفاعيه معاه، سليم ملاح بيعمل الواجبات دي، وعبد الصمد الزازولي المفروض ان هو بيعمل الواجبات دي. ريان مايه واحد من اكتر اللعيبه اللي المنتخب المغربي اتضرر في عدم وجودها في كاس الامم الافريقيه، لان ريان هداف المنتخب المغربي في تصفيات كاس العالم قبل ما يلعبوا كاس الامم الافريقيه، فكان غياب ريان على المنتخب المغربي غياب قاتل جدا، لان الكعبي والنصيري بيضيعوا كتير جدا، الكعبي والنصيري بيضيعوا 5 فرص وبيسجلوا واحده، يعني واحده من كل 5 أو 6 فرص، الموضوع بالنسبه لهم صعب ومريب. نقطة القوة عند المنتخب المغربي هنا عند سفيان بوفال ناحية الشمال، سفيان بوفال اللي بيعوض كتير جدا ادم ماسينا ما بيعملش واجبات هجومية كتير، سفيان بوفال بيعمل هو الواجبات الهجومية دي. سليم مرابط، سفيان مرابط اسف لاعب فيورنتينا بيقدم مستوى عظيم جدا، لكنه لو اتقفل عليه زي اللي حصل في ماتش مصر المنتخب المغربي بيعاني ان هو يطلع بالكورة. فالمنتخب المغربي في ال 4-1-4-1 كانت فاشله، فمفروض انك ترجع تلعب بال 4-4-2، ولو حبيت ترجع تلعب بثلاثه تحت عادي جدا، ممكن تطير ادم ماسينا بما انه ما بيلعبش كتير الفتره دي مع فريقه، وتقرر انك تلعب ب 3-5-2، او ممكن ننزل جواد اليومك علشان يبقى نايف فكراد ورومان سايس وجواد اليومك، وقدامهم اشرف حكيمي، والناحيه الثانيه سفيان بوفال ومرابط هيكون موجود في نص الملعب بجانب سليم ملاح. طيب كده بقى بالنسبه لعب صمد الزلزولي، لعب صمد نريح بقى، مش هندي فرصه لعب صمد في اول مباراه يكون موجودها مع المنتخب المغربي. طب تمام، حلو جدا الشغل ده، هنلعب احنا بال 3-5-2 مفيش اي مشكله خالص، سفيان هيلعب جنبه لعيب زي عمران لوزا، وهيلعب قدامهم لعيب زي الياس شاعر، وهيلعب هنا مهاجمين ريان ماي وايوب الكعبي، لان انا مش هتخلى عن ريان ماي وايوب الكعبي سواء في اي طريقه لعب 4-4-2 او 3-5-2. طب دي هتدي غطاء للمنتخب المغربي دفاعي؟ طبعا هتدي غطاء دفاعي للمنتخب المغربي، وممكن برضه المنتخب المغربي يقرر ان هو يلعب ب 4-2-3-1، 4-2-3-1 عادي جدا المنتخب المغربي يقرر ان هو يلعب بمهاجم واحد بس، ويقرر ان احنا هنرجع تاني لفكره ان احنا نعيد عبد السمر الزازولي ونخلي الياس شاعر بيلعب 10، وكده كده سفيان بوفال مستمر ناحيه اليمين، ونص الملعب هيكون فيه املاح ومرابط. سفيان املاح ومرابط، وطبعا اشرف حكيمي هيكون موجود ناحيه اليمين. طيب احنا كده بنلعب 4-2-3-1، طب ممكن يلعب 4-3-3؟ عادي جدا ممكن يلعب 4-3-3، هيحط في نص الملعب لعيب زي عمران لوزا ومرابط واملاح، مفيش اي مشكله خالص بالنسبه لوحيد خلوزيتش. وحيد خلوزيتش راجل ما عندوش اي مشكله خالص في ان هو يغير طرق لعب كتير. هل ده حاجه كويسه؟ والله هو حاجه كويسه، تقول لك عنده مرونه تكتيكيه، انما مش حاجه كويسه لان شخصيه الفريق بتضيع في النص، عكس الكونغو الديمقراطيه مع هكتور كوبر، الراجل واضح 4-3-4-4-2 او 3-4-3 ما بيغيرش ما بينهم، هو الراجل عارف كويس قوي محفظ لعيبته على ايه، 4-4-2 هنقفل الاطراف على الفرق اللي هتلاعبنا، او 3-4-3 هنلعب 3-5-2 وهنقلبها في الحاله الدفاعيه ل 5-2-3. هنقلبها في الحاله الدفاعيه هنضل احنا تحت، وممكن نقلبها 5-4-1 برضه في الحاله الدفاعيه، هكتور كوبر بيعرف يوقف الفرقه الدفاعيه، انما انت بقى ما فيش حد عارف لك ماسكه يعني بجد، ما فيش حد، وبسم الله ما شاء الله يعني عندك عناصر تسمح لك ان انت تلعب باي طريقه لعب، يعني عايز تلعب 4 موجود،
عايز تلعب ثلاثة موجود، عندك باكين محترمين زي ماسينا، وعندك باك عالمي زي أشرف حكيمي، ونص ملعبك فيه مرابط وفيه عمران لوزة وفيه ملاح، وعندك كمان لعيب زي إياس شاعر لو عايز تلعب 4 2 3 1. الله بالصلاة على النبي، أنت كده توهتنا يا باشا. ما أنا تايه مع عيد خلوزيتش، أنا التاني يا باشا، الراجل كل ماتش بيغير طريقة لعب. قلنا الفترة الأخيرة إن هو استقر وربنا هداه على 4 4 2، خلاص بقى 4 4 2 هيبقى هنا بوفال قدام ماسينا، وهنا قدام أشرف حكيمي لعيب زي عبد الصمد الزازولي، وفي النص هيكون موجود عمران لوزة أو سليم ملاح، لأن هو الفترة الأخيرة كان بيلعب بسليم ملاح وكان بيلعب بسفيان مرابط. تمام، سفيان مرابط وسليم ملاح، والناحيه دي موجود فيها الزازولي، والناحيه دي موجود فيها سفيان بوفال، وقدامهم في مايي، وفي جنبه ايوب الكعبي. الا بقى لو انت حاطط صابونه لايوب الكعبي وحطيته في النصير، وقتها اديك الريسبكت بجد، لان ايوب ما بيسجلش خالص، يعني ما بيجيبش جون خالص. فبسم الله ما شاء الله. دلوقتي انت بقى لو من المدير الفني السيد وحيد خلزوتش هتعمل ايه؟ انا بالنسبه لي هلعب 4 4 2 وهنزل اعمل جيم هجومي، انما وحيد خلزوتش ممكن يلعب 5 2 وينزل يعمل جيم دفاعي عادي جدا. وتخيل انت ينزل يعمل جيم دفاعي قدام هيكتور كوبر اللي هو انهار بيض، مش هتشوف كره هجوميه خالص، اللي هو عادي جدا وحيد خلزوتش يعمل كده. والله من خلال معرفتي بوحيد خلزوتش الراجل ده غير متوقع، وممكن يعمل كده عادي جدا، والحياه بالنسبه له تكون لذيذه، وعنده الافكار وعنده المخزون من اللعيبه اللي هو يخليه يعمل اللي هو عايزه. توهتك انا صح؟ بس للاسف هو ده المنتخب المغربي، مفيش حواس، مفيش طريقه لعب واضحه، مفيش لعيبه واضحين وجودهم جوه الملعب، ودي اللي احنا كنا بنتكلم عليها في المنتخب المغربي، والناس كانت بتزعل مننا. يا جماعه المنتخب المغربي عنده لعيبه عالميه بس ما عندوش هويه، المنتخب المغربي عنده فريق كويس جدا كافراد بس كجماعيه الموضوع بالنسبه لهم صعب وبعيد، لان وحيد خلزاتش مش عاطي فرصه لفكره الانسجام بين اللعيبه. مهما كان المباراه قدام خصم ضعيف زي الكونغو الديمقراطيه على الورق، بس الكره علمتنا امبارح في ماتش ايطاليا ان الموضوع مش على الورق خالص، والورق ممكن يغشك وتلاقي ان الدنيا بالنسبه لك اتغيرت. بس نتمنى ان الدنيا ما تتغيرش قدام المنتخب المغربي، نتمنى ان المنطق هو اللي انتصر النهارده، مش جايين نعيد احنا مفاجات عالم كره القدم. ان شاء الله باذن الله المنتخب المغربي يقدر ان هو يعمل نتيجه ايجابيه النهارده تريحه كتير جدا للماتش التاني. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو شايف ان انا حيرتك فلخصت لك حال المنتخب المغربي في 7 دقائق. لو عجبك الفيديو بقى اعمل لايك، ما عجبك بقى اعمل لك ايه؟